التاسكات وطريقة تسليمها وازاي احنا بنخلي الناس اكثر التزاما من اي مكان تاني. بص بقى كده، بعد كل تاسك انت بتعمل التاسك في طريقة معينة بتسلمه، وبعد كده بنعلم احنا على شيت عندنا التاسك بتاعك سلمته ولا ما سلمتوش، ويبقى على الملأ ده احسن، فاهم؟ على الملأ. ما سلمتش تاسكاتك هتيجي تقول انا ما فيصت في الكورس، ها نفتح التاسكات، نفتح التاسكات، نفتح التاسكات، ما سلمتش ثلاثة وأربعة وخمسة، طبيعي هتيجي في ستة مش فاهم حاجة، صح؟ وهي ماشية كده. هوريك أنا مثلا نموذج، بما إنكم إيه؟ إن شاء الله يعني إيه ما يكونش حد معانا من الجروب اللي فات ما نشوفش فضايحه. فنشوف مثلا هنا، أوكي شيتس بتاعت نجوت، خش على ده، هات بتاعت 42 ده الاستاتيك لاند مش عارف إيه إيه إيه، عايزين 42 مثلا اهو اهو، يا تحط صفر يا تحط واحد وماشيه كده خلاص. سلمت واحد صفر واحد صفر، ونشوف بقى الدنيا ماشيه معاك ازاي مع الملأ الايه؟ الجريد الصفر تمام. فايه انت بقى ماشي مع الملأ اللي ملتزم هيجي في الاخر يعني نتحاسب بقى. انا قلت لك مثلا من الكورس ده انا هطلعك خبره مثلا في البيم سنتين، والله التزمت بالتاسكات، تعال بقى نتحاسب. انت فعلا روح شوف حد في السوق شغال بقاله سنتين وشوف ان نفس الانفورميشن اللي عندك هي نفس فعلا الانفورميشن اللي عنده ولا لا. طب قصرت في التاسكات، ما قلت لك خلاص بقى هتلاقي نفسك ايه، نزلت جريد، نزلت درجه تمام، وهكذا خلاص. طيب فده مثلا حاجات 42 هم وصلوا معظمهم لحد تاسك 8 تقريبا المفروض ماشي.